إذن مرحبا بك الأستاذ هشام خفافي، مدرب فريق قمر تيزنيت على موقع تيزنيت 24. في البداية، بعد مرور 4 دورات من البطولة الوطنية لكرة اليد وثلاث مقابلات في منافسات كأس عرش، ما هو تقييمك التقني لفريق قمر تيزنيت في الموسم الرياضي الحالي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا أخ عصام. بالنسبة للفريق قمر تيزنيت لكرة اليد لهذه السنة، فكيف ما ذكرتي لعبنا 4 مقابلات في البطولة وثلاث مباريات في كأس العرش. الحصيلة كانت عندنا 4 انتصارات و3 هزائم. دونك هدف التقييم ديالنا في البطولة عندنا 2 انتصارات وجوج الهزائم، ولحد الساعة التدريب والتكوين ديالنا غادي في والاستعداد ديالنا للبطولة مستمر. باقا لنا 2 مقابلات في الدور الأول و6 مقابلات يعني في المجموع و8 مقابلات اللي مازال لنا في بطولة القسم الوطني الأول لكرة اليد. في التقييم ديالنا الحصيلة كتشوفها أنها بالنسبة لنا إيجابية بزاف مقارنة مع الحصيلات السنة الماضية، وهذا كيرجع الحمد لله التجربة اللي بداو كيكتسبوها الفتيان والشبان ديال الفريق والاحتكاك ديالهم مع المدراء ديالهم في الفرق العصبة. كنشوف أن الأمور غدا وكتحسن ان شاء الله، سيما بعد اضافه عناصر اخرى للفريق، وهذه العناصر دائما كتحدثوا لها هي عناصر فئه الفتيان. وبالنسبه للنتائج نتمنى انها تتحسن ونزيدوا اننا نقلبوا على ما هو افضل، سيما انه في المباريات اللي هزمنا فيهم كانت دائما كنهزموا يعني بالنقص في التجربه، يعني دائما كنهزموا بنقطه الفرق، حتى اننا كننتصروا بنقطه الفرق. دونك هذه النقطه باقا خدامين عليها ان شاء الله. هذا اللي يمكن لي نقول في الحصيله في الدور الاول ديال البطوله. فيما يخص النقطه اللي تحدثتي عليها اللي هي التجربه، كما تعرف الجميع خصوصا متتبعي فريق قمر تيزنيت لكره اليد، ان الفريق يتكون 50% من التركيبه البشريه ديالو من فئه الفتيان. شنو هي استراتيجيه الفريق لتدعيم التركيبه البشريه للفريق في مستقبل السنوات؟ اللي غنضيف لك هو انا ماشي 50%، وانما انا نقول لك اكثر من 50%، لانه عندنا في اللجنه نشوفوا في لائحه اللاعبين اللي كيكونوا يوم المقابله، عندي 16 لاعب اللي هما كيكونوا في يوم المقابله، 6 لاعبين فئه الكبار و10 لاعبين فئه الفتيان والشبان، يعني اكثر من النسبه ديال 50%. الاستراتيجيه اللي حنا خدامين عليها الحمد لله هو الناس استراتيجيه الاستمراريه ديال التكوين، حيث عندنا هذه السنه باش نضمنوا الاستمراريه خلقنا فئه جديده بالنسبه لفئه 9 سنوات و12 سنه، يعني هذه فئه واحده مكلف بها الاستاذ مسلات. عندنا فئه ما بين 12 سنه و15 سنه اللي مكلف بها الاستاذ حسن التويسي، وفما عندنا الفئه اللي فيه هي تحت 17 سنه وفوق 19 سنه، هذو كنجمعوهم دائما في فئه واحده وكنخدموهم مع الفريق الكبار. اذا لحد الساعه عندنا 3 فئات باش كنضمنوا الاستمراريه ديال هذه المجموعه باش نضمنوا التكوين، لانه كيف ما كتعرفوا في من بعد سنه البكالوريا فكنفقدوا دائما اللاعبين، وهذه السنه تا هو راهنا لحد الساعه دابا في هذا الاسبوع فقدنا 2 اللاعبين يعني في فئه الكبار، كل واحد فين مشى في اللي دورو في العمل ديالو. دونك هذه هي الاستراتيجيه، هو التشبيب والعمل على قاعده. دائما فيما يخص السي هشام خفافي، فيما يخص نقطة ديال التكوين، كما تعلم الجميع كنت مؤخرا بالديار الفرنسية في إطار دورة تكوينية بإعازة من المكتب المسير، ماذا عن هذا الجانب هذا فيما يخص تكوين أطر النادي؟ بالنسبة للتكوينات اللي كنتلقاوها الدورية، فكيف ما ذكرتي في هذه السنة كانت لي الشرف أنني مشيت للمدرسة الفرنسية 2015 اللي كان المحور ديالها هو كرة اليد في المستقبل، يعني كانوا نقاشات حول ما يعني اللاعب المستقبل، لاعب كرة اليد المستقبلي، يعني كيفية التكوين ديالو، كيفية صياغة المعايير لهذا اللاعب، وما هي الآفاق المستقبلية لهذا اللاعب. دونك الحمد لله كانت تجربة مهمة وكانت استفادة مهمة، حيت أنا كان احتكاك مع مدارس اللي هما أجنبية، كانت المدرسة التونسية، كانت المدرسة الفرنسية، حتى أن المدرسة المغربية حتى هي كانت حاضرة، واخا اسم المدرسة المغربية كيبقى بين قوسين، ولكن حتى الحضور المغربي كان في هذه الدورة، وهذه الدورة كتجي دائما في إطار هذه
المخطط اللي حنا خدامين فيه في اطار التكوينات، حتى ان الاساتذه اللي معنا في الجمعيه هما حضروا التكوينات اللي كانت دازت في شهر اعتقد منبر في معهد مولاي رشيد. دونك فالاستمراريه ما كيكونش غير عن التكوينات تاع اللاعبين، وانما حتى بالنسبه للمؤطرين، وهذا شيء مهم ومهم جدا. ماذا عن نظرتك التقنيه لمستقبل كره اليد التيزنيتيه؟ سأقول نكون إن شاء الله متفائل بالنسبة لكرة اليد مدينة تيزنيت. فالقاعدة غدا كتوسع، القاعدة غدا كتنتشر، وغدا كنزيدوا في العدد منخرطين، وكل ما كانت عندنا واحد القاعدة وعدد لاعبين وعدد منخرطين داخل الجمعية كل ما كان كبير، كل ما أن الاستمرارية غادي تكون إن شاء الله. وحتى النتائج راه بدات كتبان بالنسبة اللاعبين الفتيان، بحيث انهم هادو عندهم دابا 4 سنوات ولا 5 سنوات ديال التكوينات، فالحمد لله بداو كيحصدوا نتائج ايجابيه، وبداو كيتاقلموا مع الاجواء ديال البطوله، وبداو كيلعبوا في مستويات اللي هما اكبر منهم، بداو كيكتسبوا تجربه، فالحمد لله هذا كله بالنسبه لنا هو مكتسب، وغنحاول نحافظوا عليه باش ما كان ان شاء الله. كلمه اخيره، رساله مفتوحه على موقع تيزنيت 24 سواء المسؤولين او الشباب مدينه تيزنيت. غنشكر اولا موقع تيزنيت 24 على المتابعه ديالو للمسيره ديالنا في البطوله. والرسالة اللي نقول هو أن الأبواب كتبقى مفتوحة للجميع، أنه انخراط الجمعية، وكيف ما كتعرف الكل أن الانخراط هو فهو بالمجان، فالانخراط بالجمعية والاستفادة من حصص التدريب اللي كتكون بالقاعة المغطاة ولا بالملعب حديقة مولاي عبد الله، فكلنا هنا راه الإشارة ديال الجميع، والأبواب ديالنا كتبقى مفتوحة ومرحبا بالجميع.